عن انفلات الميليشيات واستعراض ميليشيا السرايا التابعة لمقتدى الصدر في عدد من المحافظات، انضم إلينا عبر سكايب من لندن الدكتور نعم الراوي الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية، كما ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض. أهلا بكما، ولكن أبدأ من دكتور نعمة. دكتور نعمة مرحبا بكم. يعني استعراض بعربات رباعية الدفع وإطلاق الرصاص في الهواء من قبل ميليشيا السرايا التابعة لمقتدى الصدر، بداية هل هناك رسالة معينة أريدت من خلال هذا الاستعراض؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، ما حدث البارحة أو الاثنين هو رسالة لثلاثة اتجاهات. نعم. اتجاه إقليمي، اتجاه داخلي محلي. نعم. نبدأ في الداخل. هنالك صراع من تقريبا من 2003 بعد احتلال العراق من قبل القوى الظلامية، أصبح هناك صراع بين الأجنحة المتصارعة على الحكم في العراق، وأيهما الأقوى وأيهما اللي يستطيع أن يكون هو قائد للبيت الشيعي. لهذا نشوف أنه انبرى إلى الساحة كل من مقتدى الصدر، أنه أخذ الرن التاريخي، الرن الإنساني من والده وجده، أنه كانوا لهم قيمة اعتبارية في المجتمع العراقي. أما المالكي فهو شخص غير معروف، نكرة، ليس له تاريخ سوى أنه كان في مناطق متعددة من إيران إلى سوريا إلى بريطانيا إلى مدري وين، أنه يتجول على نفقة الآخرين. لهذا أنه لما وصل بقدارة الحكم في العراق ناصب العداء لمقتدى الصدر. مقتدى الصدر يعتبر نفسه هو الأكثر تنظيما والأكثر حضورا في الشارع، ولكنه مع الأسف الأكثر عدائية للآخرين والأكثر غباء في المجتمع العراقي، لكون أنه له أنصار، له مؤيدين، له قوة في الشارع، ولكنه لا يستطيع أن يوجه هذه الجماهير، هذه الرعية، نعم، بالاتجاه الصحيح، نعم، وإنما يوجهها ضمن مصالح شخصية ضيقة، حتى نكون قريبين للحقيقة، بضغط من جارة السوق مرات. طيب. ومرات يجعل من نفسه أنه ضد إيران ولو صورية. طيب دكتور سعود، إليك إن شاء الله. أستاذ أبيد مرحبا بكم. يعني من هو المقصود بهذه الرسالة؟ هل المقصود هم المتظاهرون فقط كما يرى البعض، لا سيما أن يعني مقتدى الصدر توعدهم في أكثر من مناسبة؟ هل المقصود فقط المتظاهرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله. هناك بالتأكيد مثل كما تفضلت وتفضل ضيفك الكريم، هناك أكثر من رسالة يبعثها التيار الصدري من خلال هذه العملية الإرهابية التي يقوم بها، والتي يريد منها أن يبث أجواء رعب في المحافظات التي انتشرت فيها سرايا السلام. أساس الرسالة بالحقيقة هي موجهة إلى الانتفاضة، انتفاضة تشرين، لأنه بدأ يشعر بأن الانتفاضة بدأت تستجمع قواها من جديد. نعم. ومن المؤمل أن تقوم الانتفاضة تتجدد مرة أخرى، لا سيما في العاصمة بغداد وفي النجف. لماذا في النجف وكربلاء؟ لأن المناسبة يوم الجمعة كانت احتفالية أو بمناسبة اغتيال الناشط مهند القيسي كما نتذكر قبل عام. نعم. ونتذكر بأن والدة مهند القيسي أشارت بالبنان وبكل جرأة أشارت إلى أن التيار الصدري هو المتهم باغتيال ولدها الوحيد. نعم.
وكانت النعوة كما نتذكر ورثاؤها كان قد أثر في الوسط العراقي تأثيرا في الوجدان العراقي تأثيرا لا زال يستذكره جميع العراقيين. والاحتفالية التي كانت في اتحاد الأدباء في النجف انتهت بمظاهرة وهتافات ضد التيار الصدري وضد مقتدى الصدر بالذات، واتهموه بالقاتل والمجرم إلى آخره. وكرد فعل على هذه المظاهرة التي قامت في اتحاد الأدباء شن حملة بزعم أن البعثيين والدواعش يقومون بمؤامرة تستهدف هذه الرسالة. هذه رسالة أخرى طبعا، البعثيين والدواعش من نعرف أن البعثيين والدواعش لا يمكن أن يتحدوا ولا يمكن أن يكون هناك نشاط مشترك فيما بينهم، لأن الطرفين متناقضين تماما متناقضين. لكن الهدف من تسمية البعثيين والدواعش كما نعرف أنه هذا من طرف خفي، يريدون أن يقولون أن طائفة بعينها تستهدف المراقد المقدسة في النجف وكربلاء. والتيار الصدري بالحقيقة إذا نتذكر من عام 2006 التيار الصدري هو خبير في إيش؟ في إثارة النعرات الطائفية وإحكاء الفتنة المذهبية والطائفية في المجتمع العراقي، وهو خبير في هذه. فلذلك هو استخدم هذه أولا لتغليف السبب الحقيقي، لتورية السبب الحقيقي الذي هو كانت كرد فعل على المظاهرة التي أدانته بالكلام الصريح. ومن ناحية أخرى من أجل إثارة النعرات الطائفية، ومن ناحية الرسالة الثالثة والمهمة هي لبث أجواء الرعب والإرهاب في خصوصا في العاصمة بغداد والنجف وكربلاء، من أجل محاولة إجهاض أي محاولة لقيام الانتفاضة أو تجددها من طيب جديد. طيب أستاذ لبيد، يعني أنت لا تتفق مع ما يقال أن الرسالة موجهة للسياسيين أيضا؟ بالتأكيد هناك، نحن مقدمون على ربما مقدمون على انتخابات في حزيران المقبل إذا سارت الأمور على ما يرام. تأجلت إلى شهر العاشر دكتور، تأجلت أستاذ لبيد. أنا هذا لما تأجلت إلى الشهر العاشر، وأنا توقعت في مقابلة سابقة بأن الانتخابات المبكرة لن تقوم. فلذلك هو يريد يضع في حسابي أن الانتخابات ستقوم وستتم الانتخابات، وهذه أن يحسب لهذا الحساب هذه مسألة صحيحة. لذلك فهو يحاول أن يستعرض عضلاته ويستعرض قوة التيار الصدري في الشارع، ويحاول أيضا أن يعني كما نعلم بأن إثارة النعرة الطائفية ويعزز من رصيد التيار، لأن المحاصصة الطائفية قائمة على إيش؟ قائمة على تعزيز التناقض في داخل المجتمع الواحد في النتيجة الاجتماعي الواحد من أجل تخندق الناس خصوصا الناس الجهلة وضيقوا الأفق. معظم أعضاء التيار الصدري كما نعلم هم أما أميين أو جهلة أو متخلفون أو يعني متوسطي التعليم أو يعني أولاد شوارع أو أصحاب. طيب أستاذ لبيد سأعود إليك لاحقا. دكتور نعمة، يعني بما أن الرسالة الموجهة ليست للمتظاهرين وتشمل أيضا السياسيين طبعا كما تفضل به أستاذ لبيد، مع اقتراب الانتخابات هنا في هذا المفصل تحديدا، كيف يمكن قراءة حالة التلاسن بين المالكي ومقتدى الصدر والحديث عن سيارة البطة وما تفعله بالمعارضين؟ أخي أني أول ما بدأت أنه كلامي أنه بعد داخلي بعد إقليمي بعد دولي. الداخلي قلت أنه أشرت أنه الصراع بين المالكي والصراع مع مقتدى الصدر فيما بينه، وهذا الصراع اشتدم خلال الأيام الماضية بسبب قرب الانتخابات، أيهما سيكون هو اللي يقود السباق في الانتخابات القادمة. الصدر يعول على القوة المفرطة لديه من قبل أتباعه، والمالكي يعول أيضا على القوة الموجودة لديه بدعم من إيران. هل إيران الآن تدعم المالكي أم تدعم الصدر؟ الصورة ليست واضحة طبابية، ولكن
ضمن المعطيات ضمن المؤشرات انه تدعم المالكي اكثر من مقتدى الصدر. الصدر طيب، وعلي الصدر انتهج يعني ما قام به البارحه هو طبعا نهج طائفي مخيف، نهج عنصري مخيف، لا هذا الذي ملأ صدورنا وآذاننا بالوطنية وأنه أبناء الكذا وأبناء كلنا واحد، وما وإذا به يكشف عن نفسه وإذا به إنسان حقيقة، أي واحد يتوقع أكثر من ما شافه من الصدر البارحة وجماعته فهم متوهمين، كما أشار أخينا من الجهة الأخرى قبل شوي. طبعا أكثرهم رعاة، أكثرهم غير متعلمين، ناس أميين. طيب، والأكثرية في هذا الاتجاه. نعم، وعليه الانتخابات تكون هي المفصل، والله أعلم، وأنا هذا توقعي، وأعتقد أنه الانتخابات لن تحصل ولن يأتي رئيس وزراء بعد الكاظم. طيب أستاذ لبيد، يعني هذا المشهد، يعني وجود سيارات وأناس مدججين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، يعني إلى أي مدى يعكس حالة الاستقطاب والإقصاء الذي يعيشه العراق منذ 2003 وحتى اليوم؟ نعم أستاذي الكريم، نعلم جميعا بأن التيار الصدري هو الذي أنجب معظم الميليشيات المعروفة حاليا، يعني باستثناءات قليلة منها منظمة بدر، لأن منظمة البدر كانت أسبق أقدم من النظام، من التيار الصدري في ارتباطها بإيران وتأسيسها. كل الميليشيات التي نعرفها والتي زاد عددها عن 60 ميليشيا ولدت من رحم التيار الصدري وجيش المهدي، ونعلم أن جيش المهدي في عام 2006 هو الذي قام بتأجيج الفتنة الطائفية، وهو الذي المجرم الطالع في القتل، حادات القتل لا سيما عمليات القتل في السدة كما نتذكر، وعمليات الاغتيال المروعة التي استهدفت الطائفة دون غيرها وأججت الفتنة الطائفية في العراق، وما زالت آثار هذه الفتنة قائمة إلى يومنا هذا، وهذه الفتنة لم يتم القضاء عليها، بل التيار الصدري ما زال هو التيار الأكثر خبرة في تأجيجها كما ذكرنا. لذلك فإيران تستخدم هذا التيار مستفيدة من اختصاصه وخبراته في هذا المجال. نعم. والعلاقة بين تأجيج الفتنة الطائفية وبين الانتخابات القائمة علاقة جدلية وعلاقة واضحة، لأن الانتخابات وبقاء المحاصصة على قيد الحياة وضخ شريان الدم فيها يستدعي تأجيج الفتنة الطائفية. لماذا؟ لأن المجتمع العراقي هكذا، هذا هو المستوى الثقافي للمجتمع العراقي للأسف، يعني الأمية متفشية فيه، وهناك توتر طائفي داخل النسيج الاجتماعي تخرب، هذا النسيج متسرطن، نسيج اجتماعي متسرطن للأسف، وازداد تسرطنا بعد 2003، وهذا من تجليات هذا التسرطن، بأن أي فتنة طائفية تقوم تجعل المواطن يتحصن. بماذا يتحصن؟ بطائفيته. لذلك فالانتخابات كلما اقتربت كلما توقعنا بأن فتنة سيقوم التيار الصدري بتأجيجها من أجل دفع الناس إلى التحصن به والتحصن بالطائفية، وبالتالي انتخاب القوى الطائفية بدلا من أن ينتخبوا أشخاصا نزيهين. طيب دكتور، أنتقل إلى الدكتور نعمة. دكتور، يعني في هذا الموقف كيف رأيتم موقف الحكومة في بغداد من هذه التصرفات؟ طبعا المقصود من هذه التصرفات هو استعراض القوة، كيف قرأتم موقف الحكومة؟ حقيقة كان الموقف الحكومي موقف مخزي بكل المعايير وبكل القوانين وبكل الأنظمة، يعني أنه لا يخرج علينا لا رئيس وزراء لا حشد. الاستغراب أنه الحشد
إلى الآن لم يصرح ولو بكلمة واحدة. هذا المستغرب اللي كان الصدر ينتقدهم ويوجه لهم الشتائم ويوجه لهم من جسمه عندما يخرجون للشارع ب 25/12 وقبل بالشهر السادس وكذا يوجه. لكن هذه المرة دفاة الأموال لا من قبل رئيس وزراء لا من قبل الأمن الوطني ما يسمى بالأمن الوطني ولا من قبل الميليشيات، هذا شيء مستغرب. طيب لو كيف دولة مثل ما يقول تحكم من قبل ميليشيات فدرية؟ كيف دولة؟ أين لدن الدولة؟ أين رئيس الوزراء؟ المفروض أن يقوم بعمله وبمكانته وبصلاحياته بأنه هو القائد العام للقوات المسلحة، ولكن نراه إنسان يختفي وراء الكلمات الرنانة لن نسمح ولن نسمح وتمنوا حتى أنفسهم. طيب ماذا تفعل؟ طيب يعني انتقل بهذا السؤال الى الاستاذ لبيد. استاذ لبيد، يعني ابقى في نفس الموضوع الذي طرحته على دكتور نعمة، اين الدوله، اين قواتها الامنيه من هذه الاحداث التي يعني تتكرر من حين لاخر، خاصه اذا ما علمنا ان الكاظمي قد صرح سابقا وتعهد بحصر السلاح بيد الدوله، اين تلك الوعود من هذه الميليشيات المنفلته في شوارع بغداد وكربلاء والنجف؟ نعم، بالنسبة للتصريح الذي أطلقه الكاظمي حول حصر السلاح بيد الدولة لم يكن هو الوحيد الذي أطلقه، لقد سبقه إلى ذلك عبد المهدي وقبل عبد المهدي العبادي وقبلهم المالكي. هذه التصريحات مجرد تصريحات هوائية لا أساس لها ولا يمكن أن ينقلوها على حيز التنفيذ وهم يعلمون ذلك. الكاظمي يعرف حجمه الطبيعي وهو لذلك يتصرف بموجب هذه المعرفة. الكاظمي هو أضعف رئيس وزراء جاء إلى الحكومة لأنه غير مسموح بحزب، الرؤساء السابقين كلهم كانوا مدعومين بحزب من حزب الدعوة. لكن دكتور هو جاء يعني على حساب التوافق بين الأحزاب والكتل السياسية، توافقوا عليه. تماما، أنت حضرتك أجبت على سؤالك من خلال كلمة التوافق. لذلك هو يجب أن يقف على مسافة متساوية من كل جميع هذه الكتل التي لديها عصابات، ومنها عصابة سرايا السلام أو التيار الصدري أو جيش المأذي، سميه ما شئت. فكل حزب من هذه الأحزاب، كل كتلة من هذه الكتل لديها عصابات اسمها ميليشيات، والحشد الشعبي نفسه الذي مر ذكره من قبل طيفكم الكريم هو نفسه أيضا هو يتشكل من مجموعة هذه العصابات. لذلك فهو ساكت وهو منسجم مع ما يجري الآن من عمليات اعتداء على المجتمع العراقي واعتداء على الدولة المدنية إلى آخره. فالكاظمي، سكوت الكاظمي أو تصريحاته العديمة الطعم واللون والرائحة هي تنسجم مع حجمه، وهو لا يستطيع أن يتجاوز حجمه الطبيعي. فهو نتاج توافق هذه الكتل، وأي استفزاز لكتلة من هذه الكتل يهز موقعه، وهو يراهن على البقاء دورة أخرى بعد الانتخابات المقبلة. لذلك يجب أن يداري مثل ما يقول كل واحد يداري قرصته واللي يداري النار يعني. فلذلك الكاظمي لا نتوقع منه أي تصريحا أعلى من المستوى التصريح الذي قام به والذي لم نفهم منه أي شيء. كان معنا عبر سكايب من لندن الدكتور نعمة الراوي الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية، وكان معنا أيضا عبر الهاتف من مالمو لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض. شكرا جزيلا لكما.